واللي بيعمل مثلك لا بيكون زلمة ولا بيكون قاطع من حد رجولية. روحي من وشي أحسن ما أسفك كف عبي دمك دم. شفت اللي عملتك زلمة؟ سعد 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 عم تسمعني؟ يا ربي على مصيبي هلا. سعد اسمعني بس لام الله يخليك جيب حكي مو تعال ما بعرف سعد شو صار له. هاي سعد طب خير حكي طمني شو صار معه؟ في شوية حرارة وواضح شربين كتير بس ما في داعي على القلق حتى ادبي ما بيلزمه كمديت ماي بارد للصبح بتفيده رح يوعى ملبك شوي من ورا الشرب بس بعد كم ساعة بيرجع طبيعي سلامته. شكرا شكرا حكيم عذبناك. شكرا. فكرتوا بالموضوع جي؟ بخصوص بخصوص الحبل تبعك خبرك؟ ما بيخبي عني شي سعد بدنا نلاقي لها حل هاي القصة على الله الله دخيل اسمه بس الحل عندك انت هلا لازم تنزليه مش ملاحظ انك عم تتدخل بشي ما خصك فيه يمكن بس انا بتهمني مصلحته لسعد سعد منه ولد هذا الموضوع بيخصني انا وياه اذا بتريد ما تتدخل عندك بالبيت على فكرة أقل شي دير بالي عليك بعتذر عشو هالكلام اللي رح تسمعيه مني بخصوص الولد